اما بخصوص كرة القدم فبيستعد منتخبنا الاولمبي لمواجهة منتخب فرنسا صاحب الارض والجمهور بكرة باذن الله تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل للمباراة النهائية. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. بتنضم الينا هاتفيا الاستاذة دعاء بدر الملحق الاعلامي للبعثة المصرية في اولمبياد باريس. استاذة دعاء مساء الخير. مساء النور على حضرتك يا فندم، اهلا اهلا وسهلا. بيكي. اولا بنبارك لحضرتك وللبعثه كلها ولانفسنا على اللي حققوا النهارده بطوله او منتخبنا لليد من فوز غالي جدا جدا. وطمنينا اولا الاجواء ايه في معسكر او في منتخب اليد، وطمنينا الحاله النفسيه ايه في منتخب الاولمبي لكره القدم وماتش مهم وفاصل جدا بكره. الحمد لله، احنا يعني كانت مباراة مهمة جدا لكرة اليد صباح اليوم. احنا لسه مخلصين، لسه راجعين حالا يعني من الاستاد. المباراة الحمد لله يعني يمكن المنتخب في بداية المباراة ما كانش بيلعب بكامل قوته، لكن الحمد لله في الشوط الثاني المنتخب قدر ان هو يسيطر على المباراة ويفوز. الحمد الفوز لله. ده كان مهم جدا، لان احنا بالفوز ده يعني حجزنا المركز الثاني في المجموعه بتاعتنا. حققنا في المجموعه الحقيقه في مباريات المجموعه مباريات مهمه جدا. يعني احنا عندنا خساره واحده امام الدنمارك وتعادل امام فرنسا، بقيه المباريات كلها فوز. الحمد لله. المنتخب الحقيقه يعني منتخب كره اليد يعني فعلا نقدر نقول هو مثال يحتذى به. درة التاج الحقيقه. لا الحقيقه لا، يعني التواجد كمان معاهم وان احنا نشوف اللي بيعملوه عن قرب، الاحساس مختلف والوضع مختلف. احنا أكيد بنبقى راجعين في الباص وهم لسه مخلصين المباراه، الجهاز الفني فاتح اللابتوب واحنا في الباص عشان يحضر للي جاي، يشوف يعني بيعملوا احتمالات احنا هنقابل مين ولا مين ولا مين، وبيدرسوا كل الفرق اللي احنا الحقيقة الشغل محتمل. واضح جدا جدا على أرض الملعب، شباب يفرح زي ما بيقولوا. طيب ننتقل صحيح. لكرة القدم، بعد 40 سنة بيتقابل مرة تانية المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الفرنسي 5 أغسطس. سبحان الله، يعني فرق 40 سنة بس نفس التاريخ نفس المواجهة. الحالة النفسية إيه؟ الاستعداد الذهني إيه للمنتخب الأولمبي لكرة القدم؟ وسؤال أرجوكي من الكنترول بيسألوني، زيزو هيشارك بكرة ولا لأ؟ الحقيقه منتخب كره القدم الحقيقه احنا ممكن ما نكونش متابعينه كويس في القاره الاولمبيه لان هم مش موجودين معانا. احنا في مكان تاني بعيد. بالظبط كده، هم في مكان تاني خالص، حتى ما قدرناش نروح حتى نشوف مبارياتهم لان الاماكن بعيده جدا عن بعضها. لكن لو هنتكلم بشكل عام فطبعا كانت مفاجاه من اجمل مفاجات الدوره دي هي تاهل المنتخب الاولمبي لهذا الدور، ويا رب ان شاء الله يقدروا يعملوا انجاز تاريخي لمصر يا رب ويحققوا لنا ميداليه باذن الله ان شاء يا الله. رب. يعني كل نتمنى العيون يعني. على فرنسا بكره 10 مساء باذن الله، ومباراه مرتقبه بين المنتخب الاولمبي المصري والمنتخب الاولمبي الفرنسي. ان شاء الله ان شاء الله فرحتنا تكمل ونقدر نتغلب على منتخب فرنسا، وان شاء الله زي ما بيقولوا ان البرونزيه هتكون عربيه باذن الله. نتمنى ان احنا نقدر نحقق شيء كبير لبلدنا. اشكر الاستاذه دعاء بدر الملحق الاعلامي للبعثه المصريه في اولمبياد باريس.